موقع أنا السلفي. لذلك نقول كشفت أمريكا، عودوا إلى التاريخ وقرأوا كيف نشأت وعلى أي أنقاض قامت، ستعرفون حقيقة ما أقول لكم. أمريكا حتى تقوم هذه الولايات المتفرقة كيف اجتمعت، وعلى جثث من اجتمعت، وعلى جمادم من اجتمعت، بحور الدماء ويعني المذابح والاستعباد الذي كان سواء في الهنود أو في الزنوج أو في غيرهم. التاريخ يقول أكثر من 200 مليون قتيل حتى قامت أمريكا. إذن هي نبتت في بحور الدم وانطلقت من فوق الجماجم والعياذ بالله تعالى. فلما قامت ماذا صنعت؟ الحرب العالمية الأولى قربت 10 ملايين قتيل، قربت 30 ألف مصاب بعاهات مستديمة. الحرب العالمية الثانية 60 مليون قتيل، هيروشيما ونجازاكي والوحشية التي رأيتموها، محافظة تدك بأكملها لا لشيء إلا ليجربون تلك القنابل التي صنعوها هم، أس الفساد الذي ملأوا به الدنيا الآن. لعلكم تذكرون تلك الحرب القذرة التي قاموا بها في فيتنام، الشعب المطحون المسكين الغلبان جدا، ماذا صنعوا به وفي النهاية كيف كانت النتيجة؟ أفغانستان حينما دمروا تلك الدولة التي كانت تقيم الشريعة، قد نختلف معها في بعض الأمور ولكن والحمد لله ها هي عادت بعد صراع مرير أكثر من 20 سنة تقريبا، عادت مرة أخرى وخرجوا خائبين خاسرين. أظنكم لا تنسون كيف دمروا العراق تحت مزاعم الذري والنووي، وأن صدام خطر على العالم، على الشرق الأوسط وعلى أوروبا بل وعلى أمريكا أيضا، وصدق الناس وتحركوا وصنعوا ما صنعوا، وفي النتيجة لا نووي ولا ذري ولا حزنون حتى. وما الذي تم؟ إبادة لهذا الشعب السني، إبادة لهذا الجيش الذي كنا نعول بعد الله عليه وعلى الجيش المصري في إعادة فلسطين مرة أخرى. خططوا ليدمروه فدمروه. أنا فاكر الرقم ده كويس جدا، 2 مليون طفل عراقي ماتوا لنقص الغذاء والدواء، ناهيك عن تدمير المحافظات السنية زي تكريت وصلاح الدين والموصل، هي دي المحافظات السنية اللي دمروها عن عمد، ثم سلموا العراق للشيعة كما تطالعون بتلك الخيانات المعروفة.